تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد موجود معانا على التليفون ولكن من ملعب المباراه علشان يحطنا دلوقتي في اجواء المباراه قبل انطلاق القمه بين الاهلي والزمالك. تحياتي لك يا كريم وتحيات ضيوفي الكرام، اتفضل. كل التحيه لك يا كابتن اسامه وكل تحيه لكل كباتننا الكبار نجوم الاستاذ تحليل وكل جمهور النادي الاهلي. مشهد عظيم الحقيقه هنا في ملعب الاول بارك هنا في الرياض لاستقبال مباراه اليوم. يا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح ان شاء الله النادي الاهلي يكون بطل كاس مصر. اجواء اكثر من رائعه، جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني عايز اقول لك يا كابتن اسامه من الساعه 1 الظهر متواجدين امام الاستاد، الابواب مغلقه لكن الكل متواجد النهارده. يمكن الاسر والعائلات كالعاده والشباب الكل بيؤازر النادي الاهلي. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها لعيب النادي الاهلي بيؤدوا عمليات الاحماء هداف كالعاده من اول دخول لمصطفى الشفير اللي جمهور النادي الاهلي الحقيقه حياه بشكل كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. الاجواء طيبه لدرجه الحراره ممتازه الحقيقه، كان الساعه صباحا يعني في حراره شويه او شمس شويه لكن في هذا التوقيت جو اكثر من رائع. كان فرصة توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله النهارده، وجمهور النادي الاهلي ليه دور كبير جدا 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 زي ما احنا شايفين. ايضا كمان على الجانب الاخر جمهور نادي الزمالك يعني الاستاد شكله رائع. يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه تليق باسم الفريقين، واملنا الكبير جدا اكيد النادي الاهلي ان شاء الله يكون فيها في المجرى. التواجد الجماهير النهارده كريم حطينا في الصوره اعداد جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه، هل جمهور النادي الاهلي كالعاده هيفاجئنا النهارده بحاجه حلوه ودخله حلوه كعادته وحافز وداعم للاعيبي النادي الاهلي؟ والله يمكن باكد على النقطه دي يا كابتن اسامه لان الترتيبات كانت بقالها فتره كبيره جدا عشان يكون في تابلو رائع من جمهور النادي الاهلي والدخلات المعتاده والصور واللافتات الحقيقه اللي بتدي دفعه كبيره جدا للاعبين. عارفين طبعا الاستاد دفعته ل 25000 لكن الحقيقه يعني شايف كثافه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. يمكن في بعض المدرجات اللي هي بيبقى فيها اسر بيبقى فيها الجمهورين مع بعض لكن الثالثه شمال الحقيقه والمدرجات اليمين وشمال الحقيقه في الاستاد الاول بارك مليئه بالتيشيرتات الحمراء لجمهور النادي الاهلي، مشهد اكثر من رائع. وايضا كمان على الجانب الاخر جمهور نادي الزمالك متواجد بيهاجم بيشجع لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه صوته بيهز الملعب. لعيبه النادي الاهلي اول ما نزلت ارض الملعب الحقيقه حس بهذا الامر منع محمد هاني الاتحاد كله راح لجمهور النادي الاهلي الحقيقي. الامور الحمد لله بالنسبه للاستعداد زي ما قلنا طيبه جدا، يا رب بس كل الامور تتكلل بكل ما حدش يبقى مصاب يعني زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله يكون يومنا كابتن اسامه النهارده باذن. عايز اتكلم عن العلاقه الجمهورين جمهور الاهلي والزمالك ودخولهم ملعب المباراه النهارده وخاصه العلاقه الطيبه اللي احنا شفناها الايام السابقه بين مجالس الادارات وانعكاسها النهارده على التواجد الجماهيري اللي هيكون متواجد في ملعب المباراه النهارده يا كريم. هي كانت رساله مهمه جدا الحقيقه بتلبيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره لتواجد في نادي الزمالك، واللي يمكن اللي ادت رساله لكل الجماهير جماهير مصر كلها وتحديدا جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. النهارده يمكن نقدر نقول البدايه او نقدر نقول اول يوم النهارده نشوف المشهد العظيم ده، شوف بره المدرجات كله بيشجع فرقته كله بيهتف لفرقته، في روح يمكن نقدر نقول مختلفه بنسبه بسيطه لكن بنعمل ان شاء الله باذن الله على مدار الفتره القادمه نشوف الروح الكبيره جدا جمهورين. التنافس الشريف في الملعب امر مهم جدا لكن خارج الملعب لابد ان احنا ندي رساله للجميع ان كره القدم هي التي تقرر وده امر مهم جدا. لكن الحقيقه كابتن اسامه اللي لامسينه العلاقه طيبه جدا، مجلس اداره النادي الاهلي متواجد في هذه اللحظات مع مجلس اداره نادي الزمالك في المحاضره الرئيسيه، اجواء طيبه جدا. لكن اللي بنتمناه للتقنيات مستر كولر يكون موقف النهارده من خارج الخطوط اداره الفنيه، يمكن هو قرار التسجيل عنده اوراق رابحه ان شاء الله باذن الله تكون سبب الفوز النهارده في هذه المباراه. يا رب يا كابتن اسامه تكون فرحه كبيره النهارده ان شاء الله بعد 90 دقيقه ان شاء الله ما تقولش عن 90 دقيقه يا كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد.